قائلا: أيها الناس، إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل الرضيع؟ لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين، عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام، فنح القوم وفي كف ذياك الغلام، وهما من ظمأ قلبهما كالجمرتين. بدأ الناس يبكون، هؤلاء يبكون وهؤلاء يقولون: لا تسقوهم صغيرهم وكبيرهم، ودعوهم يموتون غصة بعد غصة. أجركم الله. يقول عمر بن سعد التفت إلى حرملة، قال: ويلك يا حرملة، اقطع نزاع القوم. قال الوالد: أرمي أم الولد؟ قال: بل ارمي الولد. يقول حرملة: حققت النظر وإذا بي أرى برنسا كان على رأس الصبي، لم أعرف أين أضرب، ما هي إلا لحظات، وإذا بريح هبت زالت البرقع، فبان لي عنق صبي كأنه إبريق فضة، فحققت السام عليه وذبحته من الوريد إلى الوريد. عندها الحسين لم يقل: ظن بقضائك لا معبود سواك. لا والله، نظر إلى السماء وقد رمى بدم الطفل الرضيع إلى السماء، وهو يقول: اللهم لا يكن هذا أهون عليك من فصيل ناقة صالع. يعني يا رب يا رب، كما انتقمت من أولئك الذين ذبحوا تلك الناقة، أنا ذبح ابني الرضيع في يدي، أريدك يا رب أن تسمع صوتي وأن ترى وجع قلبي، وأريدك يا رب أن تنتقم من هؤلاء الذين قتلوا ابني. وهذا إن دل على شيء، دل على عظم المصيبة التي كانت في قلب الحسين. لكن ها بقت مسؤولية على الحسين، المسؤولية كيف يرده إلى المخيم. ها يقول: ضمه الحسين إلى صدره، أخذها يشبعه لذما وتقبيلا، أرجعه إلى المخيمات. كلما مشى خطوات توقف يفكر: أرجعه إلى المخيمات لعل أمه تراه وتموت، ماذا أفعل؟ يقول: ذهب الحسين خلف المخيم، حفر بقائم سيفه عفرة ودفن الطفل الرضيع فيها. لذلك ها أمه الرباب لم تراه، ما شافته، ولذلك يوم الأربعين عندما جاءت إلى جسد الحسين أخذت تبحث عنه. زين العابدين قال لها: أمه رباب، أنا أعلم عن من تبحثين، إنه معابي الحسين دفنته على صدر والدي. جاءت إليه وضعت يديها على القبر وهي تقول: أريد أبكي عليه ونوحه، وتظل دموعي تغسل جروحه، والله بلشان لو سمع صوت تعود روحه. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظرون كيف استسقي للطفل فأبوا أن
يرحمون يا